مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا. محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي في بداية مشوار النادي الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال رقم 30. نادي الأهلي طبعا داخل البطولة وهو يعني كله أمال وحماس إن هو يقدر إن شاء الله ويتغلب على المباريات البدائية ثم المباريات اللي بعد كده هتبقى قوية جدا، وخصوصا ان هو قدها وقدود وعنده من القدرات وعنده من اللعيبة وعنده من الامكانيات ان هو يقدر يكمل ويبقى مشواره على خير بإذن الله. شفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب وشفنا كلمة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي، وشفنا يعني قد ايه في دعم من النادي الاهلي كامل لكل ابطاله وكل نجومه علشان يقدروا ان شاء الله يكملوا مشوارهم لعيبتنا ويقدروا ان هم يصلوا الى الادوار القادمه. النادي الاهلي قائمه الفريق الاول لسيدات الكره الطائره ايا حمدي رقم 1، ندى وليد رقم 2، مروه مجدي رقم 4، الأوكرانية كاترين رقم 5، مريم مصطفى ليبرو الفريق رقم 7، نهلة سامح كابتن الفريق رقم 8، شروق فؤاد رقم 9، سارة أمين رقم 11، فريدة العسقلاني رقم 12، نرمين المنشاوي 13، ميار خليفة 16، رنا الجوهري 18، سهيلة وفيق 19، والرقم 20 مريم متولي. الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي الكابتن حمدي الصافي المدير الفني، ياسر صلاح مدرب عام، ايمن فؤاد مدرب، رامي عبد العزيز مخطط احمال، شريهان سامح محلل تقني، محمد مجدي مدير اداري، ايهاب حسن اداري، ميران محمد طبيب، ومنه الله عادل علاج طبيعي. بدايه المشوار النادي الاهلي اليوم مع نادي كانون الكونغولي، مباراه طبعا اعتقد ان لا بديل عن الفوز. طبعا النادي الاهلي مع كانون الكنغولي مع يو اس اف اي بوركينا فاسو ومع الجمارك يوم نيجيري ايضا، هيلعب ان شاء الله مع يو اف اس يوم الاثنين، هيلعب الجمارك يوم الاربع القادم باذن الله. نادي كانون الكنغولي بيضم اللعبة رقم 1 تاساندا، اللعبة رقم 2 فيوزينا، اللعبة رقم 3 ناتالي، اللعبة رقم 4 موسولا، اللعبة رقم 6 ماباتا، اللعبة رقم 7 لسومي، 8 شيتولا، 9 جراسيا، 10 موبيكا، 11 بيكا، 13 ناتولو، و14 نونجو، و15 ماسيمو. طبعا هناك اربع فرق مصريه بتشترك في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي قدامنا اهو مع الكابتن حمدي الصافي وبدايه مشواره ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. نادي الصيد المصري وشفنا امس لم يحالفه الحظ وادام امام الفاب الكاميروني. هنتكلم عن المجموعات. المجموعه الاولى الجمارك النيجيري، الاهلي المصري، كانون الكونغولي، يو اس اف البوركيني. المجموعه الثانيه البنك التجاري الكيني، سبورتنج المصري، كارتاج التونسي، دي جي اس بي الكونغولي، والمجموعه الثالثه الفاب الكاميروني والانابيب الكيني وريفيونا الرواندي والصيد المصري. يعني شفنا مجموعه كانت قويه جدا. النهارده كان في مباراه سبورتنج المصري وكارتاج وانتهت النتيجه بفوز كارتاج بثلاث اشواط مقابل لا شيء. كان بالامس الصيد وكانت برضو النتيجه مع الفاب الكاميروني 3-0. ولكن المجموعه الرابعه نادي الشمس بيضم نجوم الشمس معاهم اسك الافواري والمجمع البترولي الجزائري والسجون الكيني ونوكومبا الاوغندي. نادي الشمس خسر امس بنتيجه 3-2 امام المجمع البترولي، وخسر اليوم بنتيجه 3-2 ايضا في مباراه كان ممكن يقدر يعمل منها نتيجه امام نوكومبا الاوغندي. طبعا فرق اللي موجوده سواء الصيد او سبورتنج بيدخلوا
البطوله الافريقيه وهم لسه ما عندهمش من الخبرات ان هم يقدروا يلعبوا، لسه صغيرين لعيبه صغار السن بيحاولوا يدعموا. قدامنا طبعا آية حمدي رقم واحد على الشاشه، وكاترين رقم خمسة، ونهلة سامح وشروق وفريدة العسقلاني قدامنا، ومريم متولي، وليبرو الفريق مريم مصطفى. نجوم طبعا لعبوا بطولات كتير جدا، عندهم من الخبرات وعندهم من الامكانيات تؤهلهم ان هم يصعدوا للأدوار النهائية والبطولة بإذن الله. شايفين طبعا كانون الكونغولي مش جايب طبعا لعيبة كتير، ولكن هنشوف المستوى دلوقتي قدامنا في بداية المشوار. عنده اللعيبة رقم 10، عنده جراسيا، وعنده مومويا، يعني شايف لاعبات فيهم كبار السن وفيهم صغار السن. بياشيكا دي سنتر بلوك اعتقد، طبعا ارسال شروق فؤاد، ارسال مميز بيبتدي بيه كابتن حمدي الصافي. ارسال شروق، استقبال كرة بتترفع وبتتضرب ولكن خارج الملعب. شروق لعبت اول ارسالها، واحد الاهلي لا شيء كانون. الارسال الثاني بتستقبله بنقطة مباشرة كده كده، اثنين الاهلي لا شيء كانون. ارسال شروق استقبال، وثالث كوره بثلاث نقط مقابل لا شيء، ثلاثه الاهلي لا شيء. استقبال، ارسال ابتدى يتقل ويبقى قوي، الكوره بتتحط في نص الملعب وبترجع تاني من مريم مصطفى، واستقبال وكرة بتترفع وحائط صد، ولكن الكرة خارج الملعب. أربعة الأهلي لا شيء كانون الكونغولي. سال قوي، كرة طبعا باينة جاية بسهولة متسقطة، ولكن شروق بتحطها كده دفنس خارج الملعب. واحد كانون، أربعة النادي الأهلي. إرسال مع لعيبة رقم 9 جراسيا، إرسال قوي. نقطة جراسي على الارسال، اتنين كانون الكونغولي، اربعة الاهلي المصري. ارسال قوي، استقبال من نهلة، كرة بتترفع وبتتشاط من آية، بتتحط في نص الملعب بنقطة مباشرة. طبعا قدامنا المدير الفني كونغولي كاترين، استقبال قوي، كره بتترفع بتتحط وتفنس من مريم مصطفى، الكره بتترفع جيده بتيجي تاني من كاترين وبتشوطها نهله سامح بقوه بنقطه مباشره. برافو يا نهله.
الاهلي 2 كانون كاترين. طبعا ارسال خارج الملعب. 3 كانون 6 الاهلي. اللعيبة الرقم 10 ماندومونو بتلعب ارسال قوي خارج الملعب. 7 الاهلي 3 كانون. ارسال فريد العسقلاني ارسال مميز. ارسال قوي استقبال. الكرة بتعدي كده سهلة. ترجع تاني تترفع. النهلة بتحط كرة قوية جدا بنقطة مباشرة. و 8 النادي الاهلي 3 كانون الاوغندي. واول تكنيكال تايم اوت. الارسال مهم جدا. استقبال فريق كانون. اعتقد ان هم مش على درجة قوة ارسالات النادي الاهلي. شفنا شروق لعبت 4 ارسالات. وشفنا فريدة لعبت ارسال. وكاترين لعبت ارسال وضيعت ارسال. طبعا الكلام ده بيبقى محتاج تركيز اكتر. باب ارسالات شروق ادت فارق في النقاط. فريدة العسقلاني على الارسال. ارسال خاطئ. طبعا هي عايزة تحطه بدرجة صعوبة معينة فبيبقى فيها نوع من الريسك. 5 على الارسال. ارسال قوي استقبال. شروق بترفع كرة قوية بتشوطها مريم. ترجع تاني والحكم بيحسب شبكة على الضاربة. رقم 9 ارسال. آية ارسال قوي. كرة بتترفع بترجع تاني. وبيتقال في خطأ. على حائط الصد شروق. اللعيبة الرقم 13 ناناندو. 5 كانون الاوغندي 9 النادي الاهلي. واستقبال الكرة. قوية. 6 كانون 9 الاهلي. وارسال في الشبكة. اللاعب ناناندو رقم 13 من اهلا سامح كابتن فريق النادي الاهلي على الارسال. 10 الاهلي 6 كانون. ارسال قوي. ايه بنقطة مباشرة. برافو يا نهلة. استقبال. الكرة بتعدي سهلة. الفنس من النهلة جميل. الكرة سريعة بتتشاط بقوة من مريم. ولكن الحكم بيقول شروق. حائط الصد لمست الشبكة. لعبة رقم 11 بكاشيكا بتلعب ارسال.
وبتطلع بكرة قوية وآية المتألقة بتحط كرة كده من مركز واحد برست ايديها والارسال مع مريم متولي ارسالها قوي ارسال الكرة بترجع وتتحط برست اليد وتفنس جيد وبتترفع وكاترين بتشوت كرة قوية ترجع تاني واللج جميلة جدا من فريدة العسقلاني وبترجع وكاترين بتخلص كرة ولا أروع ولا أجمل من كده. 13 الأهلي 7 كانون الأوغندي الكونغولي عفوا. إرسال قوي من فريدة. مريم كرة بتتحط بحائط صد يعني المفروض كان يمسك الكرة أكتر من كده من كاترين. معلش 8 كانون الكونغولي 13 النادي الأهلي. شيتولا وإرساله مريم مصطفى وكرة قوية بتشوطها فريدة العسقلاني بنجاح سريعة. برافو مريم مصطفى، برافو شروق، برافو فريدة. 14 الأهلي 8 كانون. تايم أوت بيجري المدير الفني الكونغولي. فارق طبعا 6 نقاط. قدامنا آية ونهلة مخلصين أكتر الكور في الضرب، وفريدة وكاترين ومريم متولي جايين في المرتبة الثانية. استقبال طبعا مريم مصطفى ونهلة وكاترين كورة بصراحة بيستقبلوها بتقدر شروق تعمل هجمة وإرسالات شروق اللي احنا محتاجينها بتضيع كورة في وقت مش مناسب. 9 كانون 14 الأهلي. حاطة في ريسك جامد لعبة بقوة من حقها جراسي على الإرسال. إرسال قوي استقبال من نهلة وكرة بتترفع وكاترين بتحط كرة قوية وحائط صد قوي وناجح من كاترين وفريدة. برافو. خمستاشر طبعا ارسال قوي من كاترين وكرة بتتحط وتفنس اجمل من فريدة وكرة بتتشاط ولا اجمل ولا اروع من كاترين من مركز 6. في طبعا شغل باين ومعمول. كور 6 ابتدى يتلعب بيها من نص الملعب. بتطلع فريدة واخدة حائط الصد وبتطلع بعد كده عندها آية وعندها كاترين من مركز 6 موجودة وعندها طبعا آية في الخطوط الأمامية الآن. قدامنا الكورة اهي. 16 الأهلي 9 كانون الكونغولي. النهلة بتستقبل كور هي ومريم مصطفى لمين بصراحة الملعب. كاترين على الإرسال إرسال جيد كرة بتترفع وحائط صد الكرة بتتسقط كاترين بتجيبها وآية المتألقة بتحط كرة في إيد حائط الصد وخارج الملعب. 17 الأهلي
9 كانون. حكم الاول التونسي زيد ريدين كاترين سال. الكرة بترجع سهلة بتجيبها فريدة وبتترفع لآية وبتتشط بقوة من آية حمدي. آخر الشوط 18-9. كاترين الكرة بترجع وحاط صد ودفنس من مريم مصطفى ممتاز، ونهلة سامح بتحط كورة ولا أجمل ولا أروع. تسعتاشر رابع سيرف، الكورة قوية، ده خامس سيرف عفوا. الكرة بتتحط وحائط صد من فريدة، الكرة بترجع بتتشاط وحائط صد أجمل من فريدة ونهلة، وبترجع تاني وآية وفريدة قافلين الشبكة تماما على اللاعبة رقم 8. 20 الأهلي 9 كانون الكونغولي. بالارسال ده اللي احنا اتكلمنا فيه من كاترين. لعبه خمس ارسالات بقوه راجعين الكره سهله، اتعمل منهم هجمه. برافو. لعبه رقم 10 وارسال في الشبكه. 21 الاهلي 10 كانون. معود بجرين المدير الفني لكانون الكونغولي. عندنا ارسالات كاترين ساعدت في يبقى الكرة تيجي سهلة ونقدر نعمل منها هجمة. ارسالات شروف الاول طبعا. عندنا إرسال لنهلة بنقطة مباشرة، وعندنا أيضا مريم متولي لعبت إرسالين، يبقى الإرسالات هي اللي بتفتح مجال اللعب وبتفتح قدامنا طرق المكسب بدون تعب وإرهاق. الكورة بتترفع هتصد جيد من مريم ونهلة، حط كرة سهلة يعني كده في مركز 6. 11 كانون 21 الأهلي. إرسال في الشبكة، ده الرابع إرسال بيتحط في الشبكة من لاعبات كانون. وآية المتألقة ارسال قوي، ترجع بكورة وفريدة العسقلاني عفوا مريم متولي بتحط كورة أكتر من رائعة. آية ارسال المتميز، ترجع الكورة سهلة مريم متولي بتجيبها، نهلة سامح بتسقطها كده جميلة جدا بنقطة مباشرة. 23 الأهلي أو عفوا 24 الأهلي 11 كانون. آية حمدي سلقاوي، كرة بتترفع بتبلس ترجع تاني ومريم متولي بتزقها حائط صد، بتيجي في ايد حائط الصد. 12
كانون 24 النادي الأهلي. ارسال استلام من كاترين وكرة بليس جميلة بترجع تاني وتجيبها آية ومريم متولي المتألقة بتحط كرة بليس كده في نص الملعب بشكل جيد جدا. شايفين الحكم الاول الدولي التونسي زيد ريدن والحكم الثاني الجزائرية فاطمة مناد الاثنين. في انتظار انطلاق الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الاول 25-12 طبعا فارق كبير قوي اتعمل بارسالات. ابتدينا بشروق ثم كاترين ثم مريم وفريدة ونهلة وآية. ضايع من ارسالاتنا يعني تحديدا 5 ارسالات. 2 من شروق واحدة من كاترين و واحدة أخرى من مريم وكده يبقوا بس. ولكن بقيت نجومنا جايبين بإرسالات نقط كتير جدا بصراحة. في مجال وفي لعب وفي أسلوب وفي نظام شايفينه في الملعب من خلال الإرسال وحائط الصد ما بينهم علاقة كويسة جدا معمول بيها. وفي تحديد لأماكن الإرسال متفق عليها طبعا المدير الفني والكابتن حمدي الصافي واللاعبين. مش ماشي كده اللعب، لا، في سيستم ونظام واضح. طبعا الديفنسات واضحه و حائط الصد واضح ان هو منظم. بدايه المشوار مهم جدا يبقى في تركيز ويبقى في ضغط من البدايه. عليه عامل كبير قوي. بعد كده الانطلاقة الأولى مهمة، نثبت التشكيل المدير الفني. هرجع تاني اقول له رد، ما هو بيقول لك مش هرد. قدامنا الحكم الدولي بيأذن ببدء الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي وكانون الكونغولي في بداية مشوار النادي الأهلي الإفريقية من الصالة المغطاة للنادي الأهلي. شايفين طبعا قدامنا بداية الشوط الثاني، نثبت التشكيل المدير الفني الكونغولي وكرة قوية بتشوطها فريدة العسقلاني بنقطة مباشرة. ولكن خارج الملعب وإرسال ضايع. معلش، واحد واحد
ارسال شروق، ارسال قوي زي ما اتفقنا، وكوره بتتحسب على اللاعبه. اثنين النادي الاهلي، واحد كانون، ارسال شروق المميز، الكره بتترفع وبتتحط وحائط صد اللي احنا اتكلمنا عليه، ولكن بتيجي في ايديه وخارج الملعب. اثنين كانون، اثنين الاهلي، لعبة رقم 10. كورة كده سهلة في الشبكة، كاترين، يلا بقى نفرق بإرسالات كاترين، إرسال قوي زي ما احنا شايفين، كورة جاية سهلة تجيبها مريم مصطفى، تتحط الكورة سهلة ولكن بترجع تاني بحائط صد قوي ولكن خارج الملعب. ثلاثة ثلاثة. إرسال، استقبال من مريم، الكرة بتترفع وسريعة قوية من فريدة وبترجع تاني، وكرة أقوى من نهلة، حائط صد وكرة بتتجاب وبتترفع من فريدة، ونهلة بتحطها برست إيديها كده بشكل جيد بنقطة مباشرة، تيجي في حائط الصد. أربعة الأهلي، شايفين المدير الفني إيتاب مكيدي بيتكلم مع لعيبته. فريدة العسقلاني، إرسال قوي وكرة جاية سهلة، ترجع تاني بتفنس، وكرة سريعة من مريم متولي المتألق. خمسة الأهلي، ثلاثة كانون. فريدة كرة قوية ورجعة سهلة، ملعب الأهلي، شايفين طبعا كاترين بتجيبها، ونهلة سامح بتحط كرة برست إيديها كده، كرة تانية وتفنس من فريدة، ومريم متولي بتسقط كوره، شايفه اللعيبه كلهم مقدمين، سقطتها في الخط الخلفي. سته الاهلي، ثلاثه كانون. ارسال قوي من فريده بنقطه، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ارسالات هي اللي هتعمل الفارق، هي اللي هتخلي مفيش مساحة باللعب بسهولة، لازم يبقى فيه إرسال قوي. إرسال قوي أهو زي ما قلنا، تاني كورة إيس بتتحط من فريدة العسقلاني، وتمانية الأهلي، تلاتة كانون الكونغولي، وأول تكنيكال تايم أوت في الشوط التاني. فتحت فريدة بإرسالات بقالها، ده رابع إرسال، اتنين إيس واتنين صعبين، جم الكورة طلعت واتعمل منهم هجمات منظمة، شايفين حائط صد اللعيبة الرقم 11 بيكا، وعمال يحمس المدير الفني الكونغولي إيتاب لعبته، ولكن فارق مستوى طبعا. جمهور ومحبي النادي الأهلي بيحاولوا يشجعوا فريقهم
وبيجوا علشان خاطر يبقى في دفعه للامام. ديفنس جيد، كرة بتترفع ونقلة، بتشوط كرة قوية جدا من مركز أربعة، بتعدل النتيجة 5-9 الأهلي 3 كانون. فريدة العسقلاني إرسال قوي، كرة بتترفع ترجع سهلة وتفنس، كرة بتترفع لآية بتشد قوة من مركز اتنين في مركز 5. برافو يا آية. تايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي كانون الكونغولي إيتاب موكيدي. 10 الأهلي 3 كانون. شايفين عندنا طبعا مساحات ان احنا نتكلم في الضرب، نهلة ومريم وفريدة وكاترين وآية. ارسال قوي بنقطة مباشرة، ده اللي احنا بنتكلم فيه. أربع إرسالات صعبين وثلاثة بنقطة مباشرة. كرة جاية سهلة. مريم متولي وآية المتعلقة في تاني كرة ليها من 2-5. برافو يا آية. 12 الأهلي 3 كانون الكونغولي. فريدة الكرة جاية وحاط صد جيد من آية ومريم، ترجع تاني الكرة بقى بتشوطها بقوة نهلة، ترجع تاني سهلة، ومريم متولي بتحط كرة تب كده من فوق، حاط الصد في نص الملعب مسقطها بشكل جيد جدا. 13-3 وارسال في الشبكة. لعبة 10 ارسالات تقريبا جايبة 3 نقط مباشرة والباقيين صعبين. برافو يا فريدة. 13 بتلعب ارسال، بتيجي الكرة قوية جدا من شايفين مريم طبعا متألقة، تغييرة بتنزل نجمة النادي الأهلي المنتقلة حديثا نادي الشمس، سارة وآية وإرسال قوي، كرة بتترفع ترجع سهلة الجاب وأول كرة وبتشوطها سارة، والحكم بيقول الكرة محمولة. خمستاشر النادي الأهلي وإرسال خارج الملعب. خمسة كانون الكونغولي، 15 الأهلي. لعبة رقم 11 بيكا بتلعب إرسال، استقبال من سارة جيد، الكرة بتترفع وكاترين بتشوط كورة من مركز 6. تايم اوت طبعا
كاترين نسبتها في الضرب مش قوية. ولكن حائط الصد الكونغولي في مشكلة. جايب الكرة الأخرانية دي شبكة. نتيجة 16-5. 16 نادي الأهلي 5 كانون الكونغولي. تاني كرة بتشوطها كاترين من مركز 6. واضح اللي في الكور اللي بتبقى جاية كونتر أتاك بيتعمل منها هجمات سواء من الخطوط الأمامية أو من الخطوط الخلفية. عنده آية وكاترين وعنده لعيبة على مستوى. الكورة بتتحط بترجع تاني ومن ديفنس كده خارج الملعب. لعيبة رقم 8 تشيتولا هتلعب ارسال طبعا قدامنا بتستقبله سارة. الكرة بتتشاط من كاترين وترجع تاني وحائط صد مريم. الكرة سهلة تجيبها سارة وكاترين بتشوط كرة قوية فيها كلام تاتش. والمدير الفني بيقول انسايد. متولي ارسال قوي من متولي بترجع وفي كورة دخلت الملعب. طبعا بيبقى غصب عن الولاد الصغيرين مش مقصودة طبعا. 17 الاهلي 6 كانون. مريم متولي ارسال خارج الملعب. ارسالات مريم طبعا مميزة. 9 جراسيا على الارسال. ارسال قوي استقبال من سارة. الكرة بتتحط من آية كده في نص الملعب ترجع تاني. الكرة بتتضرب خارج الملعب. 18-7. الاهلي 7 كانون. وشروق فؤاد يلا يا شروق ارسال. الكوره بترجع بتتجاب من شروق جيده وبتترفع وكاترين بتشوط كوره قويه في حائط الصد وخارج الملعب. تايم اوت بيجريه ايتاب مكويدي المدير الفني لكانون الكونغولي بعد ما احنا شايفين ضغط من لاعيبه الاهلي. 19-7. الشوط ده طبعا زي ما اتكلمنا فريده نقلتنا بارسالاتها وكاترين نقلتنا الشوط اللي فات هي وشروق وآية برضو كملت بهجومها وكور الكونتر اتاك. شروق وارسال لسه بنتكلم على ارسال شروق المتميز. 8 كانون 19. شايفين ندى وليد لبرو صغيرة السن ارسال قوي في الشبكة.
شايف كده مدير الفني الكابتن حمدي الصافي بيحاول يريح نجومه. كاترين استقبال، كرة بتتشاط وحاط صد جيد، وفريدة بتاخد حائط صد مميز. ارسال كاترين الشبكة، واحد وعشرين تسعة. رقم خمسة واستقبال جيد والكرة مرفوعة، وآية بتشوط كرة بقوة وبترجع، وفريدة تاني بتشوط وكرة أقوى من سارة، كرة قوية وتفنس. ومن ستة الكور اللي احنا اتكلمنا عليها ظاهر ان في الكونتر اتاك متفق على كرة من ستة لكاترين بيستفيدوا بيها في وقت مهم جدا. كرة بتتحط وتفنس قوي. بتيجي سهلة كده. عشرة كانون، 22 الاهلي. نالاندو اللعيبة رقم 13 واستقبال، الكرة بتتحط سريعة بتشوطها مريم متولي المتألقة من مركز ثلاثة في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 23 الاهلي، 10 كانون. ارسال قوي بنقطة مباشرة لآية متميزة طبعا، ونقطة تفصلنا عن الشوط الثاني. يلا يا آية، ارسال في الشبكة. حداشر كانون الكونغولي، 24 الاهلي المصري. لعيبه رقم 11 بيكا بتلعب ارسال خارج الملعب لتنهي الشوط الثاني 25-11. قدامنا طبعا كده لو اتكلمنا عن بعض نقاط القوه نلاقيها في ارسالات مريم وفريده وكاترين وايه ونهله و الضرب من نص الملعب من خلال مريم متولي وفريده العسقلاني، وكاترين من مركز سته، وايه في النقاط الصعبة بصراحة. إذن ضغط إرسالات النادي الأهلي مدية مساحة للأمور تبقى ماشية زي ما احنا شايفين اهو. كرة مريم من نص الملعب، كرة جاية سهلة خلصت بنقطة. عاملة كورتين ثلاثة طبعا نهلة المتألقة مخلصة ست كور بصراحة مهمين جدا، وتلاتة صعبين جايين بسهولة اتعملوا منهم هجمة سهلة. على لعيبه كابتن الفريق عندها من الخبرات
انها تؤهلها تفتح باب الفوز بخبرتها هي وباقي اللاعبات. كور كتيرة ضربت من اللاعبة جراسيا ومن بيكا ومن ميكوندي خارج الملعب، وكور اتحطت بمنتهى السهولة، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، الضرب من الخط الخلفي من اللاعبة كاترين بتدخل فريدة العسقلاني سريع او مريم متولي في لفة من لفات وبتطلع كاترين من مركز 6 من وراها على طول، بتحط الكرة من نص الملعب في نص الملعب ما بتتشافش طبعا. ده انا شايف سيستم واضح، غير المدير الفني الكابتن حمدي الصافي ونزل سهيلة وفيق وبداية الإرسالات خارج الملعب. جراسيا على الإرسال واستقبال من ندى، وسهيلة بتعلي، وسارة بتشوت كورة قوية بترجع تاني بتشوت كورة أقوى بنقطة. مباشرة في مركز 6 سلقاوي استقبال، كرة جاية سهلة ترجع تاني، كرة بتتحط وسارة بتعديها كده، كرة بترجع تاني وكرة قوية سريعة من فريدة العسقلاني وأقوى من فريدة بتتحط في الفنس خارج الملعب. الاهلي واحد كانون، تاني ارسال لسارة، كرة بتتشاط خارج الملعب من لعبة رقم 13 نانادو، ثلاثة الاهلي واحد كانون الكونغولي، ارسال قوي خارج الملعب من سارة. اثنين كانون ثلاثة الاهلي، وبترد عليها لعبة، وشايف طبعا استياء من ايتاب مكودي المدير الفني لنادي كانون الكونغولي بيزعق، وارسال من هنا وارسال من هنا، طبعا ضعف المستوى سعاد بيسحب الفرقة معاه، ولكن لاعبتنا عندهم من الخبرات. استقبال من سارة وكرة قوية من مريم متولي بشكل جيد جدا من مركز 3، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، اي كرة هتوصل هتتعمل منها هجمة. قدامنا ارسال من اللاعبة مروة مجدي وكرة تانية بتتحط بقوة وبتترفع ونهلة بتسقطها بشكل جميل جدا. مروة مجدي كان آية، ارسال قوي واستقبال، كرة بتترفع وبتتحط بريست ايد كده بتطلع ديفنس ترجع تاني، كرة سريعة
اول كره سريعه تترفع للاعيبه رقم 8 جراسيا، بتحطها برست ايديها في الملعب. شيتولا طبعا جابتها بشكل جيد وبترد. مريم متولي عليهم بكوره ولا اجمل ولا اروع من 3 في مركز 5. برافو يا مريم. مهلا على الارسال، ارسال طبعا صعب، هي كره سهله، كره ثانيه وبتترفع وصار المتالقه، و8 النادي الاهلي 4 كانون في بدايه تكنيكال تايم اوت الشوط الثالث. مهم جدا كابتن حمدي صافي المدير الفني بيدفع ببعض اللاعبات في بدايه مشوارهم الافريقي علشان ياخدوا على جو البطوله ويبقى عندهم ثقه وياخدوا يعني دفعه للامام في المباريات الجايه وفي الادوار الجايه. هيحتاج كل لاعبه من اللي موجودين زي ما احنا شايفين. إيتاب موكيدي بيتكلم مع فرقته، نهلة بتلعب كورة وبتيجي بحائط صد جيد وبترجع تاني وبتترفع بحائط صد قوي، ونهلة بتجيب ديفنس صعب جدا محدش توقعها. 5 كانون الكونغولي، 8 الأهلي المصري. لعبة رقم 11 بيكا بيلعب ارسال، ارسال واستقبال، كرة بتترفع بس بتحط كرة قوية بنقطة مباشرة، برست ايديها كده وتغييرة بتطلع فريدة العسقلاني وبتنزل نرمين المنشاوي. بيحاول يريح ويدخل لعيبته في جو البطولة. فريد مريم كرة فينس، إشارة بتحط كرة قوية ترجع تاني، حائط صد وتفنس جاد من نهلة وبتشوط كورتين سارة. شكل جيد جدا. تاني ارسال وكرة جاية ونرمين المنشاوي جايبة كرة بشكل جيد جدا، غير طبعا شايف منزل لعيبة رقم 14 مودونجو ما دفعش بيها قبل كده. كرة ومارين، كرة بتيجي وديفنس من مروة، كرة قوية نرمين المنشاوي بتجيبها نقطة. قوي، شايفين طبعا الكرة جاية وتحط كرة كده بعيد عن ايد نهلة. 5 كانون الكونغولي،
12 الاهلي المصري، 6 عفوا جراسيا على الارسال، ارسال قوي واستقبال من نعله وكره بتتحط بليس من سهيله موفقه فيها جدا سهيله وفيق، تلعب ارسال واستقبال، كره جايه سهله بتتحط بريست ليد في نص الملعب، معلش ما شافتهاش، نزلت قدام نهله طبعا، 7 كانون 13 الاهلي، ورفعه وكوره وساره وشوطه قويه بتجيبها نقطه مباشره، برافو عليك يا ساره، متميزه ارسال قوي، كرة اتكلمنا فيه الكور والارسالات المهمة، سارة تاني ارسال ليها استقبال وكرة بتترفع وبتتسقط كرة من فوق يرمين، ولكن فيها خطأ واضح جدا من لاعبة الهجوم، وتاني تكنيكال تايم اوت، وطبعا هنتابع كل الاحصائيات والتحاليل اللي موجودة داخل مباراة النادي الاهلي وكانون من الاستوديو التحليلي والكابتن خالد العوضي ونجومه طبعا اللي متواجدين، خليهم نجاحات وقدروا ان هم يعملوا بطولات داخل النادي الاهلي، قدام نجمات النادي الاهلي مريم متولي ارسال قوي خارج الملعب، كرة قوية وارسال وكرة بتتشاط من نهلة، معلش لعيبة رقم 10 موماندو وكرة واستقبال، ولكن حاطش صد في الشبكة بشكل جيد، 9 16 17 ارسال وارسال نرمين المنشاوي المتميزة ولكن خارج الملعب، اللعبة رقم 5 ارسال واستقبال قدامنا، الكرة بتترفع بتتشاط من اللاعبة مروة مجدي، لاعبة متميزة وشايفين طبعا قدامنا ميار خليفة بتشارك، لاعبة صغيرة السن بيدفع بيها المدير الفني الكابتن حمدي الصافي، موجود
لاعبات صغار السن بيديهم ثقة وحماس في بداية المشوار الإفريقي للبطولة. محتاج كل لعيبة، محتاج نجوم. إرسال قوي بصراحة من مروة، كرة بتتبلس كده وبتجيبها سهيلة، كرة من مركز واحد بتتشاط خارج الملعب. اللعيبة رقم 14 نانونجو، وإرسال وكرة، كرة اتحطت في نص الملعب. معلش 12 كانون، 19 النادي الأهلي. استقبال من ندى وكرة سريعة بتشوطها ميار خليفة. بنقطة في حائط الصد. ارسال قوي قوي من نهلة، بنقطة مباشرة. تاني كرة جاية قوية والكرة بتشوطها ميار وبترجع تاني، حطها بايديها بتعدي الكرة سهلة. كرة من مركز واحد واللاعيبة الشولة رقم 14 اللي دفع بيها الكابتن ايتاب في الشوط الثالث، وبتحط الكرة بشكل جيد جدا سارة بنقطة مباشرة. تايم اوت بيجريه المدير الفني ايتاب مكودي. واضح قدامنا فارق الخبرة ما بين لاعبتنا وما بين لاعيبة، طبعا بيضيع الإرسال. بيعدي كده بنقطة. اللعبة رقم 11 بيكا بتحط الكرة ارسال في الشبكة. 23 الاهلي كانون، 14 ميار خليفة. ارسال واستقبال وكرة جاية سريعة بتتحط وبترجع تاني، تترفع كرة من مركز واحد بتحطها مروة بشكل جيد جدا. ابتدت تاخد الثقة ونقطة تفصلنا عن الشوط الثالث والمباراة. استقبال، الكرة بترجع كده وبينتهي الشوط الرابع 25-14. انتهى الشوط الأول 25-12، 25-11، 25-14، وبكده مشاهدينا ينتهي الشوط الثالث والمباراة بفوز النادي الأهلي بثلاث أشواط مقابل لا شيء. ننتقل معكم والاستوديو التحليلي مع الكابتن خالد العوضي والكابتن شيماء عادل والكابتن يسرى عبد الكريم وانجي حمدي، وبنقول الف الف مبروك للنادي الاهلي. شكرا والى اللقاء.